ماما ميا باللغة الصينية وغزو فضائي فني في باريس ورموز أسعار غير تقليدية، كل هذا في حلقة هذا الأسبوع من عالم الفن. لنبدأ بفيلم عرض أخيرا في أوغندا. يحكي فيلم ستون جولد قصة رجل اضطر لحمل أطفاله الأربعة على العمل في محجر ريفي، ويرى مخرج الفيلم أنه يحاول إلقاء الضوء على قضية عمالة الأطفال ودفع السلطات لعمل المزيد لوقف تلك الممارسات. لقد هبط غزاة من الفضاء في باريس وهم موجودون في كل مكان، لكن على هيئة لوحات فنية من الفسيفساء. إنها أحدث إضافة لشوارع باريس. أعد تلك اللوحات فنان فرنسي أطلق على نفسه اسم الغازي، وقد أعد نحو 3000 لوحة حول العالم، منها 1000 في أرجاء باريس. إنها موسيقى فريق آبا السويدي كما لم تسمعها من قبل، فهذه أول مرة تقام فيها مسرحية غنائية غربية شهيرة في الصين باللغة الصينية. وسيبدأ عرض المسرحية أمام الجمهور خلال عطلة نهاية الأسبوع في شنغهاي ثم في بكين. هل تفحصتم يوماً رموز الأسعار على المنتجات المعروضة في المتاجر؟ إذا كنت تعتقد أنها مجرد رسوم صماء، انظر مرة أخرى. إنها أحدث صرعة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة، حيث يتبارى المصممون في ابتكار أشكال وتصاميم تعطي المنتجات مذاقاً جديداً.